أكد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي أن مشروع تكنولوجيا الخرائط المحمولة يمس كل مشروعات التنمية في مصر ويخدم عليها. جاء هذا خلال المؤتمر الدوري العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة، حيث أضاف وزير الإنتاج الحربي في كلماته أن تنظيم المؤتمر لأول مرة في مصر هو رسالة تؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار. أنا سعيد جدا بإنعقاد هذا المؤتمر في مصر. الموضوع في غاية الأهمية ويمس الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية الكبيرة اللي احنا شغالين فيها حاليا في مصر، زي شركة الريف المصري وزي منطقة قناة السويس وزي المسلسل الذهبي والمشاريع الكبيرة اللي محتاجة خرائط ومحتاجة دائما تحديد الإحداثيات الخاصة بكل الموضوعات اللي تهم خطط التنمية. أعربت سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعربت عن سعادتها بالمشاركة بالمؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة الذي ينظم لأول مرة بمصر تحت عنوان الخرائط المحمولة والتنمية المستدامة. احنا هنا هوت علشان نثبت لحضراتكم اولا سواء من خلال هذا التنظيم الجيد واللائق لهذا المؤتمر الهام او من خلال الشباب اللي انا شايفاهم الحقيقه من ابناء الاكاديميه بحييهم وخاصه من الانسات اللي موجودين، مصر امنه ومصر جميله، وادعو كل المشاركين ان هم فعلا ياخدوا فرصه من وجودهم هنا في مصر عشان ينعموا بهذا الامن اللي احنا مصريين بننعم بيه.